مع ظهور العديد من الصحف في الآونة الأخيرة، ظهرت من بينها صحيفة أوتو الطبية، حيث قام مجموعة من الطلبة بتأسيس هذه الصحيفة بمجهودات ذاتية. نحن أعضاء الهيئة تقريبا 18 شخص، 18 شخص تقريبا، حوالي ممكن 7 بنات و11 شاب. نحن في المجمل طلب الطب من بين سنة ثانية لسنة رابعة، ومعانا المصمم تاعنا من الاقتصاد، وواحدة من منسقات المجلة تقرا في قانون. الأسبوعين يصدر عدد إن شاء الله، نتناول فيه بعض المواضيع. نحن عندنا أركان ثابتة إن شاء الله، عندنا زي نحكي على الأمراض النفسية وعلاقتها خصوصا بالحروب في وقتنا الحالي والأسنان، وعندنا خانة لطفلك، تربية الطفل وكيف تأثر على نفسيته في البعيد، يعني كيف يعني مع العمر. وعندنا الرياضة، وعندنا التغذية، وعندنا في فقرة اسمها يوميات المستشفى، نحكي عن مشاكل المستشفى، الحاجات اللي واجهناهم، يعني سواء يعني كمشاكل من ناحية مرضى أو من ناحية ستاف التمريض أو الدكاترة بحد ذاتهم، يعني بجميع المشاكل نتناولهم بشفافية يعني. ورغم الصعوبات التي واجهتهم، إلا أن قدراتهم تخطت أحلامهم. يعني شفنا الجرائد، كل الجرائد السياسية واقتصادية واجتماعية أكثر شيء، كلهم يحكوا على الثورة، ففكرنا نديروا حاجة أولا تقعد ديفرنت، مختلفة شوية، وفي نفس الوقت تكون يعني تخصصية عشان يقعد مجال تاعنا، يعني نديروه يعني بمركز. حابة بس لما حد يشوف الصحيفة يقرأ أن هي صحيفة طبية تثقيفية، ما يفكرش أن هذه بس للأطباء أو طلبة الطب، هذه صحيفة للناس يعني عامة، أي حد ممكن يقرأها حيستفيد منها. نحن مش دايرينها لطبقة معينة أو دايرينها للشركة. شعار الصحيفة قدراتنا تتخطى أحلامنا، لأن نحن أول ما بدينا ما كانش عندنا حتى حاجة، يعني نحن بدينا من زيرو، وكان عندنا حلم هذا، كان المفروض أنه يعني كان بجد، يعني الشباب كانوا مصرين أنه هو أنها تطلع حاجة توعوية للناس، فلأن نحن عشان نحن كنا يعني نحن مؤمنين أن نحن نقدر نديروا حاجة، فالحمد لله يعني قدراتنا تخطت أحلامنا الحمد لله. الجزء البسيط من التغيير هذه في ثورة 17 فبراير هو أبسط جزء، يعني إن إحنا نغيروا معمر القذافي. الجزء الأصعب هو إن إحنا نغيروا رواحنا نفس. فرح جليصة، جامعة العرب الطبية، بنغازي.